أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم حلقتنا راح تكون سؤالين، بصراحة هو السؤالين وهما: لماذا أنا مؤمن؟ لماذا أنا ملحد؟ الحلقة جت فكرة بصراحة، هي صديق كان اسمه عبد الله حسين مظهر، ولا زال اسمه عبد الله حسين مظهر، قال لي: الأخ جان، ما هو سبب إلحادك؟ ولماذا أنت داعية للإلحاد؟ على كل حال، أنا طبعا بشارح هالمسألة هي أكثر من مرة في كتير مواضع وفي كتير مثل ما بقولوا حلقات عملت، يعني شرحت هالموضوع هذا مرات عديدة، وأتمنى يكون معنا أخونا عبد الله حسين مظهر حتى يشوف الحلقة، وإذا ما شاف على كل حال في المستقبل ممكن يشوفه إذا ما كان معنا اليوم. لماذا أنا ملحد؟ فطرحت الموضوع، قلت نعمل عليها حلقة ونسأل الأصدقاء سبب إلحادهم، لماذا هم ملحدون ولماذا هم مؤمنون. وأشكر كل الأصدقاء اللي شاركونا بصراحة، يعني مثل ما بقولوا الأسماء كثيرة، يعني تقريبا جاني 27 22 تعليق، وكلهم يستاهلوا إنه واحد يعدي عليهم تعليق تعليق. فعلى كل حال نشوف وقت الحلقة إذا بنقدر نغطي كل التعليقات ونجاوب كل الأسئلة ونقدر نصل لكل الأصدقاء. على كلنا أصدقائي، بالبداية بس أنا بدي أعرج على اليوتيوب ونشوف الأصدقاء المتواجدين معنا. طبعاً حنان أمير، أهلا وسهلا أبو الحكم، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء. أنا شايف أصدقائنا قليلين اليوم، شو القصة يا جماعة؟ يا جماعة يا هو، قلت عادل إمام. على كلنا أصدقائي، طبعاً يسرى، أهلا وسهلا فيك يسرى، أهلا وسهلا ماما روز، أهلا وسهلا من أيضا كمان راح يدخل معنا، كل الأصدقاء أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. سبب إلحادي أنا شخصيا، أنا ليش ملحد؟ لماذا أنا ملحد؟ اسم جان برو، ليش هو ملحد؟ أميرة، أهلا وسهلا فيك أميرة. على كل، لماذا أنا ملحد؟ أنا جان برو، طبعاً اسمي المولود فيه ليس جان، أنا اسمي محمد برو، اسم الولادة محمد برو. فأنا طبعاً غيرت اسمي سنة 2003 في أوراق رسمية هنا ببريطانيا إلى جان برو، يعني لم أشأ أن ونادى بمحمد فغيرته إلى جان. وطبعا أشكر القوانين البريطانية اللي تسمح أن تغير اسمك من محمد إلى جان. على كل حال، إنه أنا ليش ملحد؟ أنا ملحد تقريبا يعني من أول نشأتي في بالمراهقة، لما كان عمري 14-15 سنة أنا أعرف حالي ملحد إلى هذه الساعة. يعني أنا مولود لعائلة كتير بسيطة، عائلة يعني أدنى من الطبقة المتوسطة، مثل ما بقول من الطبقة الفقيرة، الطبقة العامة الأغلبية الموجودة في سوريا ومدينة حلب. طبعا والدي كان شيخ يدرس القرآن وفشل في تدريس القرآن. على كل حال راح أحكي القصة هاي، ولكن والدي كان كتير متشدد في الدين، يعني وكان يقرأ كثيرا في الدين، كان يعني هو أخذ المبدأ الصوفي في التدين. فكان ولما كنا أطفال كان يسحبني معه إلى ساحات الذكر مثل ما بقولوا، وهي بيطفوا الأضوية وبيعملوا الله حي والأشياء الطقوس الصوفية أظن يعني بيعملوها.
فنشأت نشأة في عائلة يعني كتير متمسكة بالدين، والدين هو مسيطر على كل شيء، يعني من خصوصا أصدقاء والدي، زيارات كلها 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 دينية بحتة يعني. وأذكر أقدم ذاكرة عندي هي أني شتمت الله، فما كان من والدي إلا رفعني إلى رأسي ورماني على الأرض. هي أقدم من أقدم الذاكرات اللي عندي. ليش يعني والدي كان دائما، بما انه كان شيخ ومفتي الحاره مثل ما بيقولوا، دائما طبعا جو ديني بحت، جو مليء بالديانه، ان كان من اصدقاء الوالد كلهم شيوخ وكلهم مربين دقون. وانا اذكر والدي كان بدقن يعني، يعني كان الجو العام جو متدين جدا. بهالمرحلة هي، مرحلة الطفولة خصوصا، كان طبعا انه دائما دائما تكرارا ومرارا حرام حلال، بيحرقك بالنار وبشيلك وبشويك، والله تخويف من عذاب جهنم وترغيب في الجنة وهلا اشياء من هالقبيل هي. فانا كطفل كنت يعني وأجل مسألة إنه فهم المسألة هي كطفل، لا يعني ما أستوعب شو عم بيقولوا. أنا كشخص جامر يعني، من صغري من طفولتي بعرف حالي أنا إذا المسألة ما فهمتها لا أتقبلها، هذا طبيعتي هي. فتمت المسألة الله لأنه ما فهمتها تمت معلقة، لا أفكر فيها يعني، ما أفكر فيها إنه بجدية أو بشيء من القبيل، أدعها. وطفل حياة طفولة يعني عايشها بدون أي تفكير بهالمسألة هاي، لحتى وصلت مرحلة المراهقة وقت بدأت الأسئلة هاي تنطرح بجدية علي، والجو اللي حوالي كله متدين، والمدرسة فيها دروس دين، والشغلة الكويسة كانت أنه النظام الموجود بسوريا، نظام البعثي، ما كان اتجاه ديني، ففي مكتبات ممكن تقرأ علوم، ممكن تقرأ كتير أشياء. فأنا المهم قرأت وكنت مبهر يعني منبهر بعلم الفلك، قرأت في علم الفلك بهذاك الوقت كتير يعني، حتى من الفيزياء المسلية إلى الرياضيات المسلية إلى القصص الخيالية في علم الفلك بين الكواكب والنجوم وهالقصص هاي. وقرأت اللي كان متوفر بالثمانينات يعني تقريبا أو بالأواسط الثمانينات. فمنذ ذاك الوقت أنا ملحد على أساس علمي ليس له علاقة بالدين، يعني أنا لم أقرأ الدين مثلا وفهمت الدين بعدين ألحدت، لا، قرأت بالعلوم وفهمت الحدث. هاي هي يعني، أنا مبني على الحادي، مبني على أساس علمي ليس إلا يعني، ليس أنه والله درست الأديان ولا فهمت الدين وفهمت الأديان وبعدين الحدث، لا، هو الحادي مبني على أساس علمي بحت يعني، فقط العلوم. وبصراحة أنا كنت لما كنت أبحث بالعلوم كنت يعني أبحث عن حجة حتى أكشف أنه ميولي هي الصح، ميولي أنه هل معتقد هذا خرافي، هل معتقد هذا شيء غيبي غير صحيح. كنت أبحث عن حجة فوجدت ما أرغب فيه. ومنذ ذاك الوقت يعني كان 14 15 84 85 بهالأراضي أنا ملحد إلحادا تاما يعني، منذ ذاك الوقت ما عندي أي شك بإلحادي مثل ما بقول، وحسن إلحادي بعدها والحمد لجلدة الحنفية. على كل حال أرحب بكل الأصدقاء المتواجدين واللي راح يتواجدوا،
وأتمنى من كل الأصدقاء طرح الأسئلة، واللي حابب مثل ما بقولوا يشاركنا عبر سكايب أهلا وسهلا. فنبدأ ومثل ما بقولوا على جلدة الحنفية الاتكال. أتمنى من الأخ عبد الله حسين مبهر إنه فهم ليش أنا ملحد. يعني أنا شرحت المسألة هي أكثر من مرة ومرارا، يعني شرحتها، وأتمنى يكون وصلت الفكرة. السؤال الثاني إنه لماذا أنت داعية للإلحاد؟ شوف، أنا لماذا أنا أدعو للإلحاد؟ أنا داعية للإلحاد وأنا أفتخر بذلك، بس ليش أنا داعية للإلحاد؟ أنا داعية للإلحاد. شو معنى الإلحاد؟ أي شو يعني أنا أدعو للإلحاد بأي صفة بأي شكل؟ شو هو الإلحاد؟ أنا بالنسبة للإلحاد هو التفكير العلمي، التفكير المنطقي، وأخذ بكل الأسباب المخبرية والمادية والأشياء. هذا هو الإلحاد. لما أدعو للعلم، أدعو لتشغيل العقل. شغل عقلك يا أخي. أنا ليش أدعو للإلحاد وتشغيل العقل؟ لماذا أنت داعي للإلحاد؟ أنا أدعو للإلحاد لتشغيل العقل، لأنه الخرافة خربت بيوتنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني أنا شايف وطني دمر، أهلي تشردوا، أهلي لا يفقهون شيئاً للأسف الشديد. يعني في عائلتنا الكبرى والصغرى، يعني تجي زلمة يحكي معك كلمتين ما بيعرف يحكي كلمتين. يعني واحد من عائلتي مثلاً، خلينا نقول من العائلة الكبيرة طبعاً، عم نتناقش، قال لي انا عم بقول له ليش ما بتقرا في علوم الفلك مثلا، تقرا تاريخ الكون؟ قال لي انا شو بدي استفيد اذا عرفت تاريخ الكون؟ صدقوني حرفيا يا اصدقاء، حرفيا انا شو بدي استفيد اذا عرفت تاريخ الكون؟ شو بدي استفيد انا اذا عرفت شو هن النجوم وكيف الشمس تكونت؟ انا الافاده اللي راح استفيدها أروح أصلي لركعتين وأسبح ربي، هاي ممكن أستفيد منه. في عقله هو أنه الاستفادة في طاعة هذا الإله، لأنه الدنيا فانية فبده الآخرة. هاي طبيعة تفكير أهلي، إن كان القريب ولا البعيد، لا يعرفون شيئا، الله فوق ونحن تحت. كل ما يعرفونه لا يقرؤون. يعني الجيل الطالع هلا كل أمي تقريبا لا يعرفون القراءة والكتابة حتى. فأهم سبب إنه خلاني أكون داعية للإلحاد وضع بلدي، وضع أهلي، وضع ناسي. يعني مثلا أنا صدقوني أنا ما بيهمني هلا المسيحي مثلا، مؤمن إنه يسوع الدلوع هو ثلاثة وبخبطوه وبصير واحد وما بعرف الحكي هذا، يؤمن مثل ما بده حتى لا أناقش فيه. يعني ما كتير بهمني أناقش بهالموضوع، مو مؤثر على حياتي، مو مؤثر على حياة أهلي، مو مؤثر على حياة وطني. كتير بوذيين، ويعني بدك أروح أقرأ في البوذية عشان أكون ملحد؟ أكيد لا. أنا أدعو للإلحاد من هذا الباب، من باب إنه أهلي ووطني في خطر عظيم. يعني دعستنا أقدام الحضارة مثل ما بقولوا، دعسوا فوق راسنا ومشوا. فأنا هدفي إنه أصحي أهلي على الطريق العقلانية. فيقوا يا أهالينا، المي من تحت جرينا عم تمشي، صرنا مضحكة للأمم، صرنا مهزلة، صرنا نأكل لحوم بعض بسبب هالخرافات هاي. دمرنا بعض، ما في رحمة نهائيا بين بعض. يعني
بكل بساطة الأخ بقتل أخوه، الولد بيقتل أبوه، بيقتل أمه، ما في أي مشكلة، الأخلاق انحطت إلى أبعد الحدود في بلدي، النصب، الاحتيال، الفساد، كل هالأشياء هاي، بلد متخلف إلى 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 أبعد الحدود. هذا اللي خلاني أكون داعية للإلحاد وداعية للعقل بالأحرى. يعني الإلحاد، أنا المفهوم الإلحاد هو العقل والتعقل والتفكير ونبذ الخرافة مهما كانت هذه الخرافة. هذا اللي بيهمني أكثر شيء، لذلك أنا داعية للإلحاد. على كل أصدقائي، أنا أشكر أخونا عبد الله حسين مبهر، أتمنى يكون وصله الجواب، وأتمنى كل صديق يسأل لهالسؤالين هدول عني أنا شخصياً يكون وصله الجواب هذا. طيب الأخت كاميليا، أهلا وسهلا فيك، أنا رح أبدأ معك أخت كاميليا. عم تقول الحمد لجدة الحنفية ويباركها ويبارك لها. أشكرك كاميليا. عم تقول تحياتي جان، كفرت بالدين. خلينا نبدأ ناخذ أصدقائي. سبب التدين وسبب الإلحاد عند الأصدقاء. عم تقول أختنا كاميليا، تحياتي جان، كفرت بالدين لأني لم أكن مقتنعة بأن القرآن كلام الله، هذا في صغري، ولما بدأت أكبر في السن زادت شكوكي، خصوصا زواج الرسول من عائشة واحتقار المرأة في الإسلام. وبالطبع بعد البحث وجدت أن كل الأديان أساطير الأولين فألحد. هذا بالنسبة لموضوع الحلقة اليوم. ومع الأسف لم يكون إنسان في عقر دار، لما يكون الإنسان في عقر دارهم، هي اللي هي بلدي، لا نقدر أن نعبر على راحتنا خوفا من الصلاعين. أشكرك أختي كاميليا. طبعا هي عم ترجع تقول كيفك يا صديقي جان، حزنت جدا عندما هكروا قناتك، لكن أنت أدهى وأدود وما أصرت لهم على قولكم يا جبل ما يهزك ريح. وبالفعل أشكرك كاميليا، يا جبل ما يهزك ريح، نحن طلعنا مو بشان قناة، إنه إذا سكرونا قناة ممكن خلاص انتهت مهمتنا. راح أفتح مليون قناة، وإذا اليوتيوب كله التغى راح أسوي بس مباشر من الفيسبوك، وإذا الفيسبوك التغى راح نعمل ويب سايت لحالنا. المهم سنتكلم ونتكلم ونتكلم إلى أن يصحوا أهالينا، مهما كانت الصعاب مثل ما بقولوا، مهما كان ردة الفعل عند أهالينا قاسية. أنا أعرف وأعلم جيدا أنه أهالينا سكرانين. يعني الشيخ هذا السوري اللي عايش بالمغرب الجديدة اللي هكر لي القناة، يعني هو سكران، لا يعرف ماذا يفعل أصلا. السكران ببول البعير بدين محمد لا يعرف ماذا يفعل. فأقول لكم اصحوا، نحن واجبنا نصحيكم، أهالينا لازم نصحيهم، أهالينا سكرانين، رح ناخذ منهم شتائم، رح ناخذ منهم تهديدات بالقتل وكل هالمسائل هي، يعني صارت شيء روتيني بالنسبة لنا بصراحة. يعني تهديدات القتل والشتائم اللي كل يوم كل يوم رسائل بالعشرات، شيء بده ينصحني وشيء بده يقتلني وشيء عم بيشتمني وشيء، يعني أمي تحت ترابها شبعت سكس مثل ما بقول، من كثر البزاءات اللي أخوتنا وأهالينا للأسف الشديد، للأسف الشديد أهالينا هن. بس تم أهالينا سكرانين بهالمخدر الديني هذا، اللي يعني ما بعرف راح شو بدي أسميه. فنعذرهم أول شيء، هم سكرانين، ما على السكران حرج.
وما على شارب البول البعير حرج. فعلى كل حال راح طبعا انا حطيت الاعلان عن حلقه اليوم وسميتها، فاجت ردود، خلينا نقراها، واذا في اي اسئله فيها اي تعقيبات تعليقات ممكن نحكي فيها. الاخ نايف نابو عم بيقول: انا كردي ازيدي، الكردي المسلم يكرهني، مش كلهم المتدينين وصار الازيدي يكرهه، والعربي المسلم كمان، يعني الحياه كلها كره بكره، لذا كرهت كل اللي واللون وكل شيء دين. لاحظت الاديان سبب الكراهيه ويزرع الفتن. بالضبط، يعني اخونا نايف، الفكره الاساسيه اللي ترك فيها الدين هي فكره الكراهيه اللي موجوده في الاديان. طبعا ما في دين، ما في دين بدون كراهيه الاخر. يعني لما الدين، اي شيء اسمه دين، معتقد، ايديولوجي، في انا والاخر، المسلم وغير المسلم، المسيحي وغير المسيحي، اليهودي وغير اليهودي، الشيوعي وغير الشيوعي. لما القوميات، حتى القومية، لما أقول أنا قوميتي وأنا أفتخر في عربي وغير العربي، في الكردي وغير الكردي، في التركي وغير التركي، في الفرنسي وغير الفرنسي، كل شيء يتأدلج ويصبح في مجموعة، معناتها في كذا وكذا، في كذا وكذا. يعني في أصدقاء بيقولوا إنه كمان الإلحاد نفس الشيء. لا، الإلحاد ليس نفس الشيء. الإلحاد ليس معتقد، ليس فكرة أيديولوجية. الإلحاد هو منهج علمي، يعني بغض النظر عن التسمية، حتى لو ما في تسمية، شيل التسمية على الطرف بدون كلمة الإلحاد هي، لأنه الإلحاد هن أصلا صوروه على أساس شيء سيء، هن أهل الأيديولوجيات هي صوروه على أساس هو شيء سيء، واحتمال كبير هو الإلحاد ما له علاقة بالفكرة ذاتها. كلمة الإلحاد، مصطلح الإلحاد، ما له علاقة بالفكرة، ولكن لصقوا هذه الكلمة بهذه الفكرة، فكرة المنهج العلمي، التفكير الحر، الحرية بكل معنى الكلمة، الحرية. يعني أنا واحد الناس أقبل هذه التسمية، يعني نكاية فيهم، أوكي أنت بدك تسميني ملحد، بالنسبة لك سيء، أنا ملحد، أنا حر، أنا الحر، أنا الإنسان الحر. الملحد هو الإنسان الحر، الحرية هي الإلحاد. طيب، أخونا زكريا أزيار أظن عم بيقول: أنا لا أحب كثير التصنيفات، وأنا معك أخوي، ولكن يمكن أن أصنف نفسي كأغنستك، وهذا راجع للدراسات أقوم بها للدين من جانب سيكولوجي بالأساس. تمام. عبد القادر عم بيقول: لا يربطني بالإسلام سوى الاسم، نشأت بوسط يملك 20% من التدين، يعني شبه لا ديني، شاءت ظروف أن أتعرف أكثر على العالم والثقافات والعلوم، ووصلت لقناعة وليس اعتقاد بعدم وجود خالق، عايش سعيد إلا من بعض المنغصات من قبل الصلاعنة مدعي الانفتاح وتحرر، وهم بالحقيقة دواعش مدرون مودرن مودرن دواعش مودرن. او بالضبط، يعني هذا حقك اخوي زكريا، يعني اخوي عبد القادر اسف، هذا حقك. طبعا ما في شيء اسمه مسلم كيوت ولا مسلم ما بعرف شو، نص ولا فوق ولا تحت، الإسلام هو الإسلام، المسلم
يا أما لا يطبق تعاليم كتابه أو يتغاضى عنها ولا يفكر فيها، يا أما يفكر فيها فيطبق فهو الداعشي. يعني في أي لحظة ممكن الإنسان المسلم العادي هذا المودرن يصير داعشي في أي لحظة. وشفنا يعني أصلاً كل اللي عم نشوفهم هم من نفس الشريحة، بيكونوا ناس عاديين في لحظة اللي بده يتوب فيها لربه يصير داعشي. ليش؟ لأنه في الإسلام بالذات، الإسلام بالذات الطريقة المختصرة الوحيدة المضمونة إنه الله يغفر لك كل شيء ويعطيك الثواب هي القتال والقتل. هي الطريقة الوحيدة، لا يوجد أي طريقة أخرى تضمن لك الجنة غير أنك تكون شهيد. فأي شخص بده يتوب لربه، تاب لربه وبده يضمن الجنة ويضمن رضا هذا الإله السفاح، يجب أن يقتل ويقتل. الطريقة الوحيدة لدخول الجنة بدون حساب، ما في طريقة أخرى، لا يوجد طريقة أخرى أن تدخل الجنة، أن تضمنها 100% بدون حساب إلا القتل. لذلك تلاقي الإنسان بس تاب لربه أو حس بهالنقص هذا عنده أو شيء من القبيل عاطفياً أحساسياً إنه بدي أتوب لله أنا كثير مأذنب، ففوراً بتحول إلى داعش. وشفنا الدكتور المصري واللي دهس الناس بفرنسا، يعني أمثلة مثل ما بقولوا لا تعد ولا تحصى. طيب الأخ علي مزبوث بصراحة شوي الأحرف الإنجليزية ما تأخذوني أصدقائي، أنا ما راح أدقق فيها كثير. عم بيقول من أبسط ما يجعلك أن لا تؤمن بإله الأديان أنه من يقرأ، بس دقيقة واحدة أصدقائي آسف، أوبس. شوي عندي الكمبيوتر يعني مثل ما بقولوا تجاوبه كتير بطيء، يعني ما تأخذوني. آسف أصدقائي، الكمبيوتر شوي عندي تجاوبه كتير بطيء. على كل أظن عم بيقول من أبسط ما يجعلك أن لا تؤمن بإله الأديان أنه من يقرأ بعض من التاريخ بكل علومه كتاريخ الاجتماع والتاريخ الطبيعي وتاريخ العلوم وغيره من أنواع تاريخ العلوم حتى يومنا هذا بحيادية وبدون تعصب وانحياز للدين أو العرق أو المنطقة، يرى تفاهة وسذاجة ما تحويه الكتب الدينية من خزعبلات ويؤكد بشريتها بلا شك. أما بالنسبة لخالق هذا الكون فأنا لا أدري. وسؤال لك حبيبنا جان، هل تعتقد أن ما تؤمن به الدكتورة وفاء سلطان من قوة عليا يتعارض مع نظرية التطور؟ بصراحة يعني أخوي علي أنه ما تؤمن به الدكتورة وفاء سلطان أنا بالنسبة لي هو شيء غيبي، وكل شيء إيمان كل شيء اعتقاد هو شيء غيبي، هو راجع لتجارب شخصية، راجع لشخص في خيال هذا الشخص، ليس أكثر ولا أقل. التجربة العلمية أنا اللي بأمن فيه وأدعو الناس إلى هي أهم بكل شيء. السيدة وفاء سلطان قالت لا يمكن أن يعني تحط كل شيء قدام التجربة العلمية، أنا أختلف معها طبعا كثير بهالمجال هذا. إذا ما بنقدر نحط أي شيء تحت التجربة العلمية هذا لا يعني إنه نؤمن فيه.
ممكن نأجل التفكير فيه حتى العلم يتوصل لهالمسألة هي، ولكن أنه أؤمن فيه بدون إثبات وتجربة علمية هذا ليس منهجي نهائيا يعني. طيب أشكرك أخوي علي. نأخذ أخونا مالك، مالك ديفيد عم بيقول: للإلحاد أسباب كثيرة. 1- الجرائم التي ارتكبتها الأحزاب الإسلامية والداعشية، طبعا هذا شيء أكيد وواضح يعني كثير من الأصدقاء وكثير من الشباب اللي تركوا الأديان لأنه شافوا كما قال السيدة وفاء سلطان محمد هو فيلم وثائقي، داعش هي فيلم وثائقي عن محمد، فلما شافوا الوثائقي عن تاريخ محمد وحروب محمد من خلال داعش وأمثال داعش كما النصرة وهل جيش الكر وغالكو والحشد الشعبي كل هالزبالة هدول هم يعني الفيلم وثائقي بكل معنى الكلمة عن حياة محمد وحياة الصحابة من بعد محمد وقتالهم مع بعض وتشريدهم لبعض، مثل ما احنا شايفين اليوم كل الأحزاب الإسلامية هي اللي تتحارب بين بعضها وتقتل بعضها يعني تقطع رؤوس بعضها البعض. هؤلاء هم، هذا بكل معنى الكلمة فيلم وثائقي عن محمد وصحابته من بعده. فسبب من الأسباب الرائعة أخوي مالك، مايكل ديفيد، يعني سبب كتير موجود وشايفينه نحن حاليا، ناس كتير تلحد بهالسبب هذا. السبب الثاني عم بيقول: عدم احترام المرأة من قبل جميع الأديان. أكيد هذا سبب الأديان كلها. السبب الثالث: يوجد الكثير من الخرافات والخزعبلات في جميع الأديان. هو ليس الكثير يا أخوي مايكل، هي كلها خزعبلات. أنا ما شفت الدين في شيء اسمه منطق يعني، حتى الأخلاق مقلبوها رأسا على عقب يعني، الأديان قلبت الأخلاق رأسا على عقب. إلا ما رحمت جلدة الحنفية يعني. طيب السبب الرابع عم يقول: جميعهم يدعون ما لا ينطبق عليهم مثل الرحمة والمودة. بالضبط، هذا اللي كنت عم قصدي فيه، أنه قلبوا موازين الأخلاق، قلبوا الأخلاق انقلبت رأسا على عقب يعني، يدعون الرحمة وإذا تجي على تاريخهم على كل شيء بالعكس، يدعون الأخلاق من كل النواحي يعني. مثلا بالإسلام يقول لك الصدق والصدق والصدق، والشيوخ يعطوك محاضرات عليها على الصدق، وتجي على الأحاديث على القرآن، في عندك التقية، في عندك حديث المعارض، في عندك حديث تكذب على في ثلاث حالات، ويعني يتبحرون بمسألة الكذب. فانقلبت الأخلاق، جعلوا من الكراهية فضيلة، انه تكره الآخر هي فضيلة لك. تلاحظين كيف يعني تكره الآخر، الكراهية صارت فضيلة، انه تكره واحد يعني عقيدة الولاء والبراء، الكره في الله والحب في الله يعني. ف5- الأحزاب الإسلامية فشلت فشلا ذريعا في قيادة البلدان العربية والإسلامية. بكل تأكيد، ولو أردت أن أبقى أعد فإني لن أنتهي أبدا. بالضبط أخوي مايكل، يعني أسباب لها أول وليس لها آخر. طيب خلينا نروح نشوف السيد محمد تمسانا وتبر، يعني عم بيقول: مؤمن لأني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأني أخافه وأطمع في رضاه وجنته سبحانه.
شكرا لك اخوي محمد على هالتعليق، على هالتعليق هذا، والاسباب يعني واضحه، تخاف وتطمع، انت لم تقتنع اصلا، لا تعرف انت لماذا مؤمن. المطروح لماذا انت مؤمن؟ انت تخاف وتطمع، ولكن ليش انت مؤمن؟ ما بتعرف بصدق، انت لا تعرف لماذا انت مؤمن. انت مؤمن لانك وردت هالايمان هذا، وردت هالثقافه هي، وانت عم تقول لي لاني اخاف. وهل الخوف يجعلك تصدق؟ راجع نفسك يا اخي محمد. يعني اليوم خلينا نقول انا جيت ورفعت عليك مسدس، حطيت براسك، اما اقتلك او اقول لك هالقهوة هاي لونها ازرق، هل ممكن تنافقني وتقول لي ايه لونها ازرق؟ ولكن هل بوجدانك بضميرك هل ستقتنع من جوا انه لونه ازرق مع انه انت شايفه اسود؟ فأخي محمد ما اظن الخوف يكون سبب مقلع للايمان، يعني نهائيا انك تؤمن بكل معنى الكلمه لانك خايف، هذه قمه النفاق، قمة النفاق. يعني ما في حدا بيؤمن انه مثلا بتقول لي هل قداحة هاي لونها اخضر؟ طب انا شايفها حمراء. يعني حتى اذا جيت شلت علي السيف ولا مسدس وهددتني بالقتل، انا ممكن اقول لك لونها خضراء، بس هل هي خضراء؟ هل حقا اراها خضراء مثلا؟ اكيد الخوف لا يفعل. وهي ثقافه الخوف هي اللي خلتنا بهالمستوى، اللي وصلتنا لهالمشاكل هي، خربان اوطاننا وتدمير كل شيء، تدمير الإنسان، تدمير الحياة بكل جوانبها، بكل ما تحمل الحياة من معنى. الخوف والسيف. وأطمع في رضاه وجنته سبحانه، وتطمع في رضاه وجنته. يعني أنت لما يا سيد محمد لما تفعل خير، انت لا تفعله لانه ضميرك بده يفعل الخير، انت طمعان في جنة ربك وخايف من سيفه، خايف من التعذيب، خايف من القهر. لما تكون خلوق مع البشر، طبعا بالاخلاق اللي انت بتفهمها، إذا ليس لأنك أنت خلوق، لأنه أنت خايف وطمعان في الجنس، لأنه جنتك ما فيها غير الجنس. وأنا أتحداك يا أخي محمد، إذا أعطيتني شغلة ما فيها متعة جسدية فيزيائية في جنتك غير الأكل والجنس، أعطيني متعة واحدة في جنتك غير الطعام والسكس والجنس، متعة واحدة فقط، ما في جنس وطعام، هذا الأكل والشرب يعني هو الجنس، هذا الطمع اللي انت بتطمع فيه. وهن يعني اللي بيلحق بطنه ويلحق البتاع شو بيكون اصلا؟ ليقتل الناس، ممكن يقتل الناس بسبيل هالغريزتين هدول. واي اله اصلا ممكن
يوعد أصحابه بالجنس إلا إذا كان إله، إله عرصة، بكل بساطة، بكل بساطة. أنا لما أوعدك بنسوان أنا عرصة بكون. لأخوتنا اللي غير سوريين، كلمة عرصة ما بيعرفوها، ديوث. طيب نشوف أخونا جانو. أخونا جانو عم بيقول: أنا ملحد لأنني بكل بساطة أرفض الخرافات والأوهام، ومؤمن بالعلم الذي أتى بالأجوبة لأغلبية الأسئلة المطروحة، وسوف يرد على الأسئلة الباقية في مستقبل قريب. بكل تأكيد أخوي جانو، أي هذا حقيقة، يعني جاوب على كثير أسئلة، والأسئلة البقية إذا ما جاوب عليها الآن هذا لا يعني أنه لن يجاوب عليها العلم. في المستقبل العلم سوف يجيب على كل الأسئلة. العلم اللي وصلنا إلى ساعة أنه إنسان بسيط جدا مثل حكايتي يعمل بس مباشر بدون أقمار صناعية وبدون تكاليف استديوهات وبدون سلطة الدولة تحطه، وكم هائل من الدولارات، وهذا بسمح لك تحكي هيك وهذا لا يسمح لك. اللي العلم اللي وصل لهالمرحلة قادر انه يصل الى ابعد حد ممكن في الفهم، في فهم هذا الكون. وانا متأكد في هالقرن العشرين هذا، القرن الواحد وعشرين هذا، الانسان راح يبلغ مستوى الى فهم الكون كامل. أنا واثق الإنسان راح يفهم الكون كاملا في هالقرن، هذا قرن 21. بيرجع بيكمل أخونا جانو بيقول: أنا ملحد لأن الله لم يقدم للإنسان شيء غير القتل والعبودية والمرض، لكن العلم قدم للإنسان حقوقه المشروعة كإنسان والحب والمساواة والدواء. الآن قل لي من هو الأفضل، إله وهمي أم علم واقعي؟ بالضبط بالضبط. يعني إلهك يمرضك ويأتي العلم يشفيك، يخترع لك أدوية ويشفيك. مين أمرضك؟ إلهك هو اللي مرضك باعتقادك طبعا، يجي العلم يشفيك. بعدين تقول والله شفاني الله، لك ما هو أمرضك أصلا، هو اللي مرضك، العلم شفاك، الأدوية شفتك. تجي بتقول والله الله شفاني، لو الله بده يشفيك ما كان مرضك بالأساس، لك بده بس شوية عقل، شهادة يجي تشتغل الجمجمة هي. بده جمجمة تشتغل شوي، إذا في جمجمة أصلا. طيب أخونا ربيع العنزي عم بيقول: بكل بساطة أنا ملحد لأن ليس هناك دليل عقلي يقيني كامل على وجود إله، والحجج التي يعطيها المؤمنين على وجود الإله هي بعدد الأصابع، وكلها تم الرد عليها ونقدها، لذلك تبقى قضية الإله غير ثابتة. أما الأديان فكلها خرافات كرتونية لا يمكن أن يصدقها العقل. بكل تأكيد، وحلوة هي خرافات كرتونية، يعني مثل أفلام الكرتون اللي بنشوفهم في ألف ليلة وليلة وتوم وجيري. بصراحة مثل توم وجيري، الله مساوي فينا مثل توم وجيري، شيء مضحك ويعني شيء مضحك مبكي في 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 نفس الوقت، يعني في نفس الوقت مضحك مبكي. محمد عبد الله علي عم بيقول: لأنني لا أملك رأسا فارغا يتقبل الخرافات والأوهام والأساطير. قلت أكيد الرأس اللي يفكر دائما
لن يربط أو يتهافت على هذه الترهات، هذه الخرافات، خصوصا الترهات الإسلامية. لأنه ما هي مسألة الخرافة، ما هي مسألة إنه تؤمن بحمار طائر ولا بجحش طائر ولا بأفعى طائرة whatever. يعني فكر، حط مخك إنه حتى الحية بتطير. ولكن المشكلة مع الإسلام خرافة ممزوجة بالإرهاب. يعني المشكلة مشكلتين. يعني هلا المسيحية، الجماعة المسيحيين مثلا الحاليين شايفينهم بمصر، رغم انه يعني يغلقون عقل الانسان بهالخرافات التافهة هاي، بشوف لك واحد خوري ولا قسيس عم بيطالع روح ما بعرف من شو، رغم كل هالشي هذا هون مني عم بيحطموا الانسان، ولكن ما في دعاة القتل، ما عم نشوف تفجير بالشوارع، ما عم نشوف واحد بيشيل بيقتل بغز باسم المسيح. الإسلام اللي خلاني أنا شخصيا إنه انتفض ضده هو القتل، مسألة القتل، تدمير الأوطان. نور نور عم بيقول نور نور، أنا مؤمن لأني لا أريد أن أعيش بلا هدف. السلام، شو هدفك؟ تقتل الناس وتروح على الجنة عشان تنكح الحوريات وتاكل عسل على أساس عسل ما في بهالدنيا هي نهائيا، وتشرب مي نظيفة وتسكر، هذا هدفك. نيك نسوان وتسكر وتأكل ما لذ وطاب، لحم طير، هذا هدفك، هذا هدفك بالدنيا. يا محلى هيك هدف، شو هالهدف النبيل اللي مكرس حياتك كلها عشان هالهدف هذا، كل حياتك مكرسها مشان والله تصل لعند ربك ويقول لك خود هاي 72 مرة وتقول له شكرا يا ربي وتعالوا يا جميلاتي ارفعي واحدة تخلص وارفعي ارفعي ارفعي والله مبسوط عم طلع عليك. ولا قدام انت النهر الخمر من هالطرف ونهر العسل من هالطرف. يعني اليوم اوقات انا اشرب الفودكا، فيعني صراحة الفودكا مثلا بدها ضامة، بدها شيء ملوحة تكون معاها. بس انا بعمري ما شفت مثلا واحد عم بيسكر وقطعة حلو مثلا جنبه، يعني بصير بلا طعم بصراحة. يعني كيف نهر عسل ونهر خمر؟ شربت الخمر تاكل عسل؟ شو هو العسل؟ يعني شو قيمة العسل اصلا؟ انت حتى اله يوعد يخلي الهدف الأساسي لهالبشر هدول يقتلوا بعضهم مشان يعطيه عسل. شو العسل؟ شو عسل يعني؟ أنا أكره العسل، أنا بصدق أكره العسل. يعني أروح أقتل الناس مشان أروح يطعمني عسل؟ أنا أكره العسل، أقتل الناس عشان أروح أطعميني عسل؟ يكون هدفي بالحياة كلها عشان أروح أكل عسل؟ يا
يا دماغي يا دماغي، هدفي بالحياة يا سيد نور، هدفك بالحياة كلها مشان تروح تأكل عسل ولا تروح تنيك نسوان ولا تروح تسكر؟ هذا هدفك بالحياة؟ شو هالقيمة الحياة اللي عندك أصلاً أنت؟ شو هالحياة أصلاً؟ إذا كل هدفك بالحياة هتلت أشياء، تروح تأكل عسل وتشرب خمر ونسوان وطق الكاس بالكاس، طق الصدر على الصدر، والله عم طلع عليكم، هل ترغب بشيء آخر يا عبدي الصالح؟ بدك شيء تاني؟ طيب الأخ مصعب عم بيقول: لست مقتنعا أن هناك إله يحرق مخلوقاتي بالنار مهما كان السبب. هذه أحد الأسباب. سماح عم بتقول، سامح بقول: كنت أواظب على حضور إحدى الدروس الدينية بأحد الجوامع التابعة للسلفيين، واقترحوا علي أن أمكث معهم في الجامع لمدة أسبوع على أن لا أخرج إلا للضرورة القصوى. وفي إحدى الأيام طلبوا مني الذهاب لشراء الخبز من إحدى أفران العيش، وكانت درجة الحرارة قد تعدت 40، ووقفت في طابور طويل، وعندما جاء دوري وجدت القرآن القريب جدا من النار يعمل بكل جدية، الفران القريب جدا من النار يعمل بكل جدية ليلبي رغبات الناس أمام هذه النار الحارقة، ووجدته يشرب بعض الماء، وكنا في رمضان. وعند عودتي سألت الشيخ عن إفطار هذا الرجل جهرا أمام الناس، فقال لي: سوف يصلى نار حامية، فهو لم يتعظ من النار التي يعمل أمامها. فقلت عفوا بس وين وصلنا، وين رحت لها؟ النار التي يعمل أمامه. فقلت له أنه يصنع الخبز لنا لنبقى أحياء، ونحن هنا لا عمل لنا في الظل وتحت المراوح وفي راحة تامة، هل ستكون عند الله أفضل من هذا الرجل؟ فقال لي: نعم، أنت هنا تجمع الحسنات لأنك في بيت الله، أما هذا الرجل المفطر فهو كافر ويحق عليه العذاب. ومن هنا بدأ أفكر في طريق آخر، فدرست نشأة الدين وتطور اللغة العربية ومرحلة الخلفاء الراشدين والعصر الأموي والعباسي والوثائق المكتشفة كأدلة مادية، ففتحت علي أبواب لم أكن أتخيلها، فتركت الدين وأنا كل ثقة أنني لم أعود إليه مرة أخرى، أو لن أعود القصد. برافو برافو، بصراحة يعني القصة رائعة، وبشكل أخونا سامح يعني بشكل رائع، يعني مختصر. تصوروا يا ناس، يعني واحد قاعد في ظل المراوح ما عم بيساوي شيء نهائيا، عالي على غيره، أصلا هو عالي على غيره لأنه الجامع هذا يخده من دم الناس، من فلوس الناس، تبرعات الناس، عالي على الناس. وأصلا الكهرباء مصروف، كل شيء موجود، هالرفاهية الموجودة في الجامع يخده من دم الناس ومن مصروف الناس، قاعد لا شغله ولا عمله، عم بربر بينه وبين هالإله هذا، له حسناته وراح يعطي الحور العين ويعطيها العسل والخمر وكل شيء. وهالإنسان المسكين بهالجو الحار وأمام النار عم يشتغل مشان يطعميكم، راح يدخل النار. ليش؟
لأنه ما بقدر يعني طبيعي الجسم بده مي بهالحرارة، درجة الحرارة هي وأمام الفرن يعني خلال ساعة بينشف الإنسان، يعني فيه طاقة مي الإنسان إذا تمت الحرارة بدها تروح، تروح ينشف الإنسان يعني يؤدي للموت يعني إذا على تكرار على فترات طويلة يعني يهلك الإنسان. فلأنه بس عم بيفطر هيك أمام الناس خضروا على النار، وهالحسال الكسال البركين لا شغل ولا عملة، بس مثل الببغاوات يرددوا كلمات يدخلوا جنة الله. أشكرك كثير، جزيل الشكر أخوي سامح، أشكرك. طيب في الأخ توتريز أظن عم بقول أنا أعتبر نفسي ملحد لكني لا أعرف إذا كان هناك شيء ما وراء هذا الكون أو لا، ولكني متأكد أن الأديان خرافة. بكل تأكيد أخوي، يعني لا أحد يعلم شيء لحد الآن، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، في شيء لا نعلمه، ولكن العلم سوف يكشفه أكيد بكل تأكيد. جوري عم بيقول 40 عام من العبادة والصوم والصلاة لم أرى غير خيبة أمل وقتل وكراهية وحقد. بالضبط. الأخ فريوي محمد عم بيقول أنا ألحدت من يوم تعمقت في الدين وقرأت بنفسي ما لا يتطرق له رجال الدين، سيما سيرة بن هشام والسيرة الحلبية وبعض من الأصحاح مثل صحيح البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي وغيرهم، ما أجبرني على اللجوء للقرآنيين الذين بدورهم لم يجدون حلولا إلا الترقيع وإنكار التراث جملة وتفصيلة، مثال محمد شحرور وسامر الإسطنبولي هو قصده أظن، وفادي الحفار، فما وجدت إلا الإلحاد صادقا ومقنعا لا يلف ولا يدور. أشكرك أخوي فروي محمد، يعني المجموعة اللي ذكرتها وخصوصا القرآنيين يعني أصحاب الترقيع يعني لو يخجلوا، وكلهم ملحدين بصراحة يعني نكون معك، ولكن للأسف الشديد يحاولون يعني الدجل هذول السكرتون شحرور ولا حفار ولا كل هذول دجل بكل معنى الكلمة، يعني يعرف حق المعرفة إنه القرآن زبالة، بده يقنع الناس إنه القرآن جيد. حق المعرفة يعرفون أن القرآن زبالة وبده يقنع الناس إنه القرآن جيد بطرق اللف والدوران حبيبنا أحمد فؤاد دنانة عم بيقول أنا ملحد لأن الدين خرافة. أخونا مازن الحديدي عم بيقول دماغ خالي من الشوائب، بكل تأكيد. عمر قصبي عم بيقول لنقل أني ملحد بالفطرة، فمنذ صغري كنت أسأل أبي أسئلة عرفت فيما بعد أنها كانت تحرجه، أسئلة بريئة آنذاك لكنها عميقة ولم أجد لها جوابا يشفي الغليل باستثناء الجواب الشهير الله أعلم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلا كنت أسأل لماذا نحن بالضبط من على حق بدل الملايين من الآخرين لم يسمعوا أبدا بالإسلام، وهي أفضل منا سلوكا ورقيا وازدهارا، ما مصير هؤلاء؟ سؤال ذكي إلى أبعد الحدود. يعني ناخذ مجتمع المجتمع السويسري مثلا او المجتمع السويدي
اللي الناس ما بتعرف تكذب، ما بتعرف تكره، بيعطيك موعد بيجي على موعده بدون لف ودوران، هذول بده يدخلوا النار. اما مجتمعاتنا الحلوه اللي بتلاقي فيها الكذب والنصب والاحتيال والسخريه والتفاهه الى اعلى المستويات، هذول بده يدخلوا الجنه. ليش؟ لانه قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي كان يقطع الطريق على القوافل هذا، لانه اتبعوا قاطع طريق القوافل، راح يدخلوا جنة. جنة شو؟ السكس والعسل والخمر. فبيكمل اخونا، مثلا كنت اسال لماذا نحن بالضبط، ما علاقة الحركات البهلوانية المرافقة لذكر الله؟ وهل ضروري من تلك الحركات الصلاة؟ يعني شو الفكرة في هالحركات البهلوانية؟ طج وركاع ونزيل، شو الفكرة انه تعبد الله بهالطريقة السخيفة هي، بهالطريقة البهلوانية؟ اذا العلاقة بينك وبين الله هي الصدق وهي المحبة وهي التقوى وتفر يعني سميها والاخلاق، شو العلاقة الحركات البهلوانية هي؟ ولا تروح تلف له حوالي الكعبة ولا ترجم له الشيطان؟ أنا لا أذكر صديقة كان كاتب أنه أعجب لإله يمنع دخول المسيحيين إلى مكة، ومع ما هو قدران يطالع الشيطان من مكة. يعني حرفيا فكروا فيها يا جماعة، فكروا فيها. إله يمنع غير المسلم مهما كان، لأنه ليش نجس؟ بده ينجس مكة، وما هو قدران يطالع الشيطان، وهذا الشيطان هذا من مكة اللي هو يعتبر أنجس الشيء. يعني الشيطان هو اللي يشيطن البشر، هو اللي يغوي البشر، هو يعمل كل شيء، موجود في عقر دار الله. تصوروا، في عقر داره ما قدران يطالعوا، ببعثوا شوية السزج هذول بقول لهم روح ضربوا لي اياه الحجر، وكل سنة بيضربوا له الشيطان هذا. هل شغلت عقلك يا حبيبنا، يا ابن بلدي، يا ما بعرف شو اسميك، يا اخوي، يا ابن عمي، يا ابن خالي، هل شغلت عقلك شوي؟ فكرت فيها عم تروح تضرب وتدفع مالك وتعبك عشان تروح تحطه بمكة تضرب حجر بحجر وتلف حوالي الحجر؟ هل شغلت عقلك؟ بس ليش انا عم بض اذا كان هو كائن غير مرئي، كائن مجازي من غير هذا العالم، غير مادي، انت ليش عم تضربه بالمادة اصلا؟ اذا الشيطان هو غير مادي، هل سألت نفسك شوف فكرة انه تضرب شيء غير مادي بمادة؟ يعني شلون بدك تضرب؟ يعني عم تضرب الهواء انت؟ شو عم تضرب؟ على كل حال انا عمر، اخوي عمر، انا ما راح اروح بكل الاسئله، انا اكيد في عندك كثير اسئله، وقت الحلقه شارف عن النهايه، وفي كثير بصراحه انا حابب ما يعني كثير في عندي للاسف، انا ما بقدر اخذ كل الاصدقاء، وفي عندي السكايب اظن، واو السكايب مليء، بس دقيقة واحدة أشوف.
حمادة، حمادة أهلا وسهلا حمادة، عم بيقول طيب حمادة أنا راح آخذ مشاركتك حمادة، بس طول لي بالك. طيب الأصدقاء اللي يكتبوا لي على السكايب، في أظن صديق بوبي بوبا بوبا صديقة، أظن صديقة أو صديق بوبا أظن. المهم أنا لا أفهم الكلمة اللغة اللي بتكتبوا فيها العامية وبأحرف إنجليزية، بصدقوني لا أفهم منها ولا شيء. فإذا حبيت تتواصل يا اكتب لي باللغة الإنجليزية الصريحة أو اللغة العربية الصريحة عشان أقدر أفهم يعني. أشكرك جزيل الشكر. الأخ توب بوب عم بيقول بدنا شهادة تثبت أنه نحن ملحدين ومصدقة عالميا، ما بدي العالم تحسبني مسلم وأنا مش مسلم، شو مشكلتي إذا أنا ولدت مسلم؟ شو بدي ويلتصق فيني كل حياتي لقولنا، لا قولنا حل، لا قلنا الحل. الحل بإيدك أنت، يعني الحل إنه نوعي أهالينا، هذا الحل بصراحة. يعني مرحبا، ما في شيء شهادة اسمه والله نقدر نسويك ملحد، يعني إلا نحن نوعي أهالينا، نفرجيهم المنهج العلمي شو هو، شو سوى فينا الدين بحياتنا، نوعي أهالينا، نوعيهم للواقع المرير اللي عايشينه للأسف الشديد. ميكي ماوس عم تقول أتمنى سؤالي يصل لحبيب جان. حبيبنا ميكي ماوس أو صلعم قال، لا تقول صلعم، قل صلى الله عليه وسلم، قال: لو أني رسول كذاب سيقطع الله شريان قلبي. وقبل وفاتي وأثناء الألم كان يقول لعائشة: أشعر بأن شرايين قلبي تتقطع. هل تعتقد أن هذا اعتراف مبطن من محمد بأنه كذاب؟ على كل حال صدقني يعني يا أخوي ميكي ماوس، يعني هو محمد، حتى محمد يعني إذا كان في شخصية حقيقية موجودة اسمها محمد، حتى إذا كانت، أظن يعني هو كان مصدق الكذبة، يعني كان هو مصدق حاله، يعني ما إنه كان يعرف حاله مثلا إنه عم بيحكي هراء. كان رجل في أمراض صرعية في عنده، في هلوسات، والناس كتير كانت بسيطة وساذجة، تصدق أي شيء يقال لها أشياء خرافية يعني. فبسبب مرضه، بسبب نفسيته، تربيته في الطفولة، حرمانه من أبوه من أمه، أسباب متعددة كتيرة، والسبب الرئيسي هو الأمراض الصرعية ومرض من نوع الفص الصدعي أو شغل بشي من هالقبيل. أنا لا يعني ما تذكرني اسم المرض بالضبط يعني، أو حتى كانت أمراض أخرى يعني هلوسية أو شغلات من هذا القبيل. احتمال كبير يعني هو كان يصدق حاله، وكان مفكر يعني، ما كان يقول مقتنع أنه هو كذاب أصلا. فأنا ما يعني ما بعرف أنه كان، هل كان لست يعني اعتراف مبطن بالنسبة له، ما أظن يعني. ولكن على كل حال، طيب أنا محتاج شوربة ماء. أنا راح أخذ اتصال من أخونا حمادة ونشوف. حمادة إذا بدك تتصل. طيب مساء الخير جميعا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا حمادة، تفضل حبيبي. أول شيء يسعد لي مسا الجميع، أتمنى لكم كل خير، أنتم أخوة إلي، أرجع أقولها لثالث ورابع وعاشر مرة، أنتم يا حمادة، أخوتي، أنا أتشرف بكم جميعا. حمادة
حبيبي عيوني. انت قلت اول مره ما في داعي تعيدها لانه هي مو معروفه علينا ان تقول انت يا اخونا. لا لا بس انه مشان ما حدا يتحدث. لا 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 هو مو معروف يعني انت لا تعمل معروف معنا لما تقول انت اخونا، هي خلاص نسيناها، انت اخونا وعلى عيني وراسي ما في داعي تكررها. تفضل. شكرا. هو السؤال كان لماذا انا ملحد ولماذا انا مؤمن. تمام. انا مؤمن مسلم لاسباب كثيره، منها اول شيء حضرتك انا كتبت بالبوست عندك سبب او شيء يعني بقدر اشبه لك اياه ليش انا مؤمن. في عندك غير نيوتن وهل الدينامك والشغلات؟ ما راح فوت انا بدي اياك تروح على دينك بالذات، بدي اياك تروح على الاسلام بذاته. تمام. انا راح اسال، راح يعني هيك خاطبكم مثل ما بتقول، راح خاطب العقل شوي. تفضل. لما كنا صغار، كنا لما يعني ولما كنا صغار نروح على المدرسة كان شو أبونا بيقول لنا؟ كان بيقول لنا جيب علامات منيحة، ادرس منيح، مشان شو؟ مشان يجيب لك هدية بس تنجح. مظبوط. تمام. فنحن شو كنا بنعمل؟ بندرس مشان ناخذ هدية. نحن أصلا صغار، ما كان بالنا أصلا لا بشي اسمه ادرس مشان تصير شيء أو هيك، مشان الهدية. فلما بننجح إذا جاب لنا الهدية، إذا ما جاب الهدية فهو اصلا ساهم بنجاح. تمام. لما ما بيجي واذا جاب الهديه فبيصير مثل ما بتقول خير على خير، يعني منه نجحنا ومنه جاب لنا الهديه، منه تفوقنا وجاب لنا الهديه. فهذا الشيء بسالكم كلياتكم، لما انا بكون مؤمن هالشيء بخلي سبب لحياتي كلها، سبب لوجودي هون. طيب سبب انا معك، انا يعني معك 100%، انت مؤمن ولازم كل انسان يكون له هدف، واثبتنا وجود الله، الله موجود. تمام. انا لا انكر وجود الله، الله موجود، بس يا اخوي حمادة اثبت لي انه هذا الاله اللي انت اثبتنا وجوده انا وانت، وانا اعترف فيه قدام الناس كلها، اثبت لي انه هذا الاله هو اله الاسلام. حضرتك ربوبي ما؟ أنا عم بقول لك هلا، أنا هالساعة هي يعني لا 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 أنا ملحد ولكن أنا معك وفي الله وكل شيء، بس أثبت لي إنه هذا الإله هو إله الإسلام. أنا ما بثبت لك إنه إله الإسلام بالضبط. طيب. تمام. طيب. أنا هاد مبدأ أنا معتنقه. تمام. إنما أنا عم أقول لك إنه رب العالمين موجود. فبالنسبة ليش أنا اخترت محمد إنه يكون القائد تبعي، فأنا بقول لك ليش. تفضل. أول شيء أنا وأنت بنتفق إنه محمد شخصية غير طبيعية بغض النظر إذا كان صادق أو كذا. لا أكيد طبيعية، أكيد طبيعية. طبيعية كان ما قدر يقود العالم الفترة. لا ما قاد العالم، هو في كثير قوات شو اسمه هذا أبولا اللي فتح جنكيز خان، اكبر فاتح في التاريخ يعني، هو مؤثر اكثر من محمد. جنكيز خان كان بدافع عن مو عقيده، بنقول على التتر. كان عنده عقيده بس انت لا تعرفها، ما حتها التاريخ يعني. تمام. فعم اقول لك انه مو جنكيز خان كان مؤثر اكثر من محمد او شيء. نحن لما بنصنف الشخصيات القويه بالعالم عبر التاريخ فلازم نصنف محمد من بيناته لأنه قاد العالم لفترة. أكيد أكيد. تمام. فهو شخص غير اعتيادي. حتى هتلر شخص غير اعتيادي. تمام. هتلر أنا ما يقول لك إني بعتبر هتلر شخص اعتيادي. حتى لو كان مصاب بجنون العظم مثل ما. حتى ستالين، حتى بشار، حتى صدام. بشار على شعب واحد. المهم يعني المهم إنسان غير اعتيادي يعني. إنسان ما هو عادي، ما هو مثلي مثلك. لا أنا ما عم أقول لك إنه شخص بالقوة يعني. هلأ مثلاً هتلر كان مدافع عن النازية. تمام. فشخص عمل كل هالشي مشان عرف. تمام كمل الفكرة. إيه. فمحمد لما بيخترع نهج كامل
ويقود العالم على أساسها النهج، فهو شخص غير اعتيادي. تمام. الفكرة البعضة. تمام. حضرتك أنا اليوم اليوم شفت حلقة الأستاذ سامي الدين. الأستاذ سامي تفسيراته لما بيقول لك هون الجملة منقوصة وهون كذا وهون كذا. أنا بدعو لشغلة واحدة بس، يرجع للإعرابات. لا تدعو اسمعني شوي. لا تدعو، قال لك شغلة، لا تدعو ليرجع للإعرابات. هو رجع للإعرابات، أنت طالع له صفحة قل له هاي خطأ بسبب كذا وكذا وكذا، أنت مأخطئ يا سامي الدبون. هعطيك شغلة. اليوم قال والسماء والطارق، مظبوط؟ جابوا السماء والطارق، لما قال الواو هي واو قسم، تمام؟ واو قسم. لما أنت بتروح للإعراب، السماء شو؟ السماء هي مضاف إليه مجرور، كيف بيكون واو قسم ومضاف إليه؟ على كل حال، على كل حال أنا 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 لست هون حتى أناقشك في مسألة الإعراب والأشياء هاي. ممكن أنت تبعت له رسالة كاملة تشرح له ليش وكيف وماذا. أنا المهم أثبت لي إنه إله الإسلام هو الإله اللي أوجدناه أنا وأنت وموجود الله. هل مثلا هذا الإله يقبل إنه نبيه يفاخذ طفلة عمره 6 سنين؟ هل برأيك من 6 سنين؟ عائشة لما أخذها كانت عمرها 6 سنين، فأخذها إلى أن صار عمرها 9 سنين. هل برأيك أخلاقيا إله يسمح لي نبي المفروض يكون في قمة الأخلاق وأشرف الخلق، هل يسمح لنبيه أن يفاخذ طفلة بعمر 6 سنين؟ تفضل جاوبني. تمام، أنا راح أعطيك راح أجاوبك على هالشيء. أول شيء، زمان أول غير زمان هلأ. مثلاً أول كان الإنسان يعيش لحد بالعمر 1000 سنة. كان شو هالحكي هاد؟ عطيني عندك دليل، دليل علمي عندك؟ لا، دليل بالتاريخ كان مثلاً. لا ما راح أعطيك قوم، ما راح خلق قوم عاد مشان ما تقول لي، بس ما لقوا عظام لإنسان. طول الإنسان حوالي تقريبا شيء 7 أمتار. أنت عم تخرف، آسف لهالتعبير هذا، هاي خرافات، هاي ما في أي دليل، أي من أي دراسة علمية تثبت هالكلام. هذا كله فيسبوكيات وفوتوشوب طالعوا لك إياه. أعطيني جامعة أوكسفورد، أعطيني جامعة كامبريدج اللي في دراسة بالمجلة العلمية الفلانية تقول هذا الكلام. مو والله أنا شفت بالفيسبوك صورة 7 أمتار والحكي هذا كله ما في شيء من هالقبيل. يعني من 200 سنة كان متوسط عمر الإنسان 50 سنة. بسبب الأدوية والطعام النظيف اللي وصلنا نحن فيه من التكنولوجيا، الإنسان زاد عمره، صار المتوسط هلا 80 سنة. يعني هذا الحكي اللي عم تحكيه يا أخوي حمادة، هذا حكي يعني ما له أي قيمة علمية. طيب، نظرية بس لأتذكرها ثواني، إنه كانت الزرافة كان عنقها طويل كتير لأنه كانت الأشجار عالية، فكان عنقها طويل كتير، ومع الزمن لما صارت الأشجار أوطى فصار ثواني أطلع لك اسم النظرية، بس ثواني مشان نكون على يعني مشان أعطيك معلومة. تفضل. راح عني الاسم. اسمها. طيب ولا يهمك. على كل حال، شوف أخوي حمادة، أنا عم بحكيك بمبدأ أخلاقي، تمام؟
هل الإله يسمح لنبي المفروض يكون هو أشرف الخلق وقمة الأخلاق أنه يفاخذ طفلة عمرها 6 سنين؟ هاي نعم إلا لا شوف 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 خليني بس أكمل فكرتي. حتى أولي يعني حتى أولي محمد لما خطب عائشة كان عمرها 6 سنين وهو كان عمره 50 سنة. أي أنا وأنت بنعرفها وموجودة في كل صحاح الكتب الإسلامية، إلا طلع بعدين شوية دجالين سووا رسالة دكتوراه أنه كانت لا أكبر بها بقليل. مهما كان نحن كل الزمن اللي بيننا وبين محمد 1400 سنة ليس بالزمن الممكن تحدث فيه طفرات جينية تقول والله كانت الطفلة غير الطفلة الحالية. الطفلة اللي كانت موجودة من 1400 سنة هي ذاتها الطفلة الموجودة بهالوقت هذا من 200,000 سنة. أنا لا أقول، وهي دراسات علمية وروح كل الجامعات العالم، من 200,000 سنة الإنسان ذاته هو مثل الآن مثل ما هو. يعني الطفلة من 200,000 سنة هي نفس الطفلة اللي حاليا، فما بالك من 1,000 سنة؟ يعني الطفلة هي والشيخ هو. معدل الأعمار كان بين 50 و60 هذاك الوقت، الآن صار كتير بسبب الطفرة التكنولوجية اللي سببها أجل العلمانية طبعا، والبخار والبترول كلها سببت في أنه الإنسان يصل لرفاهية ويصل لمرحلة أنه الطعام يكون نظيف جدا، الأدوية تكون متوفرة، يعني النظام الطبي يكون جيد، كلها سببت انه الانسان معدل عمره يكبر. فهل من الاخلاق، هل من الاخلاق برايك انت شخص 50 يفاخذ طفله تحت اي مسمى، زواج، خطبه، اي شيء كان؟ يعني هلا مثلا يجيك شيخ من شيوخ الاسلام الكبار، خلينا نقول شيخ حسان، تعرفه الشيخ حسان، زلمه ورع، زلمه تقي، ويجي يخطب مثلا، انا ما بدي ادخل في خصوصياتك، ولكن اختك عمرها 6 سنين يخطبها منك، هل ستعطيه انت؟ لانه شيخ التقي حاليا، نعم حاليا بالوضع الراهن وبعد ما بالضبط احلى المجتمع وا وا وا، اكيد لا. انما شروط الزواج الاسلام دين، اول شيء تكون هي قادره على يعني قادرة على الزواج، يكون عامل النفسي والعامل النفسي والفيزيو والجسمي والفيزيولوجي، يعني لازم تكون يجيها الحيض، تمام، لازم تكون تحيض، تمام. هذاك الوقت هذاك الوقت كانت المرأة تحيض بسن مبكر. عندك أي دليل علمي؟ عندك أي دليل رسمي إنه كانت هذاك الوقت الفتاة تحيض بوقت مبكر؟ غير هيك انا هلا خليني معك اخلاقيا تحيض يا اخي، تحيض عمره 6 سنين، خليني معك اخلاقيا. اليوم شيخ ورع عمره 50-60 سنة يجي يخطب اختك اللي عمره 16 سنة، هل ستعطيه؟ اخلاقك تسمح تعطيه انت؟ اكيد لا. على كل حال أخوي حمادة، أنا بصراحة يعني أنا بعرف كتير وبعرف شو شعورك، أنا بعرف يعني هالتبرير هذا شو مصدر، وهالتقديس هذا والتقديس اللي ورثناه، أنا ما بدي أجرحك بصراحة يعني، بس لا، ولكن أرجوك فكر في هالمسائل هاي. يعني نحن مخدوعين، نحن انظلمنا كتير ونداس على راسنا وخربت بيوتنا ودمرت أوطاننا، وكله بسبب لحد هالساعة هاي أنت بتعرف وأنا بعرف إنه المسألة اللي هلا بسوريا، وأنت ابن بلدي، هي بين علوية وسنة، وكله بده السلطة، بين أتباع علي بن أبي طالب وبين أتباع أبو بكر وعمر والشلة هاي عم بيتحاربوا على السلطة لحد الساعة هاي،
ومخدرين الشعب بهالافكار هي، وصلنا ناكل لحوم بعض. انا بس بدي اياك تفكر فيها، انا ما بدي اجرحك وما بدي اياك تعطيني مبررات 100%. بس انا بدي اقول فكره اخيره قبل ما تفضل. احنا العيب مو بالدين، صدقني العيب فينا نحن يلي فهمنا الدين غلط، العيب فينا نحن يلي عملنا مبادئه للقتل وللتدمير و و و ولانتزاع سلطه وكل شيء، كل هذا القبيل. نحن اللي شوهنا سمعه الدين مثل ما شوهنا اغلب مبادئ حياتنا، تمام؟ يلي بيعجبني بالقانون الغربي او القانون الحادي بشكل عام، اللي بيعجبني هو العدل. يلي قال عنه محمد قبل 1400 سنة قال انه العدل اساس الدول. يلي قال على كل حال اساس الحضارات العدل. انا اقدر يعني عاليا مثل ما بقول. انت ليش عم تبرر؟ صدقني انا لما قلت لك يعني جبت لك مثل الاخلاق، انت يعني شيء طبيعي انك تحاول توهمنا وتوهم حالك انه اوكي في هذاك الوقت كانت الطفله مثلا تحيض بكير، ولا كانت معلش انه 51 يفاخ الطفله عمرها 6 سنين. هذا من الخوف اللي جواك اللي زرعوا فينا اهالينا من هالثقافه هي. ولكن ادعوك للتفكير، معلش لا تجاوبني هلا، اذا بدك جاوبني كمان ما في اي مشكله، بس ادعوك للتفكير واشغال العقل بالحياديه. هاي النقطه يعني كاخلاقيا بهالزمن هذا ما فيني اجاوبك عليه صراحه. اكيد انا بعرف اكيد، بس دروس. بس انا بعطيك كذا دليل. تفضل. بيعطيك انه محمد شخص غير طبيعي اذا كان كذاب بالنسبه لكم، تمام؟ انا ما عم بقول كذاب، انا لا اقول كذاب، انا اقول قلنا وفي كثير اعراض مرضيه من الهلوسه وشغلات هيك. الانسان ذاته نفسه اللي بتجيها الحالات هاي ما بيعتبر حاله كذاب، يعني هو امن حق الايمان انه هو رسول. يعني ما عم بقول لك هو يقول انا والله عم يضحك علينا لانه هو مثلا بيعرف انه لا في ما في الله، هو جاي عم بيقول انه في الله، لا هو كان مقتنع انه رسول. ما عم بقول لك انه كان يكذب. أنا سمعت من فترة كمان شخص أو حتى يمكن عندك قال إنه لما إنه كيف قال والأرض بعد ذلك دحاها. أها. تمام؟ إنه هذا دليل إنه الأرض كيف مسطحة يعني طبعاً. هذا دليل على إنه الأرض مسطحة. آه بالضبط. هذا الشيء آسف منك أكبر غلط. شو؟ ليش؟ تفضل. الشيء اللي بيدحى شو معنات الدحي؟ الدحي. تعرف انت كلمة المدحلة؟ تعرف المدحلة هي تسوية الأرض. الدحي هي لما العصفور يدحي عشه بشان يبيض، يدحيها ويسويها. المدحلة هي كلمة غير تماما الدحي. اوكي انا اجيك على دحل باللام ويدحي بالياء. اوكي ماشي بس الدحي روح على هي، اطلع لك القاموس هلا، ممكن اطلع لك اياه وفرجيك اياه على الشاشه. الدحي هو الحمامه لما تدحي العش مشان تبيض، تدحيه تسويه بالارض وتدحيه فيتسوى بالارض فتبيض الحمامه. روح على القواميس موجوده على كل حال كلمه الدحي هي وشوفها. وعلى كل حال انت لست يعني أقدر من شيوخ الإسلام المتواجدين، كبار شيوخ الإسلام اللي يقولون بسطحية الأرض، ومن قال بكروية الأرض يكفر، مثل هذا تبع السعودية، هذا الأعور الدجال. عفوا يعني أنا ما بحب أجرح مشاعرك، ولكن هو أعور دجال للأسف الشديد، يكفر من يقول أصلا بكروية الأرض. هذا المفتي السعودية بالمعاجم معاجم دحى الخباز العجينة، حاطي لك دحى الخباز العجينة جعلها على هيئة بيضة. الله، العجينة لما تندحي شان الخبزة تسوى، يعني بصير خبزة يا رجل مسطحة. شفت خبزة كروية يعني؟ خليني أقول لك، لو سادة لما كانوا أولي كانوا يعبوها صوف،
صح؟ كان بيقول لك دحاها. مستحيل الدحي هو الاستواء. الدحي والدحى دحى الشيء يعني. طيب والأرض سطحها، طيب أنت ليش جاي على كلمة دحاها؟ طيب دحاها خيوس هي كورها سواها مثل البيضة. طيب والأرض سطحها مثلا؟ سطحها لما قال لك سطحها، ما نحن عم نمشي عليها، لما نمشي أنت عم تمشي، لما عم تمشي عم تمشي على أرض بوجدانك، بوجدانك بوجدانك حمادة بوجدانك، أنت مقتنع بالكلام اللي عم تقوله؟ أي والله مقتنع. على كل حال، على كل حال أنا أشكرك حمادة حبيبي، والوقت يعني وقت البرنامج يعني ساعة ونص، أنا ما بحب أطيله كتير إلا لضرورات الضرورات، ووقت البرنامج خلص يعني. أنا أشكرك جزيل الشكر، وطبعا ضيف دائم وحبيب وأخ دائم معنا، وأتمنى كمان مداخلاتك كمان وكمان. أشكرك جزيل الشكر. سلامات سلامات. على كل أصدقائي، الأسئلة أصدقائي، أنا أعتذر شديد الاعتذار. ماما روز عم تقول سؤال آخر، رضاع الكبير الكبار، السؤال لحمادة وتعدد الزوجات. على كل حال يعني يعني بصراحة ما بدي أدخل كثير بموضوع أخونا حمادة. أخونا حمادة واضح يعني تبرير كما يفعل كل إنسان عاقل، فجأة يشوف قدامه ناس عم تطرح أنه المقدس اللي كان بباله خطأ، فمحاولة للتبرير ليس إلا. وأنا متأكد أخونا حمادة رح يفكر ورح يكون هون معنا بين الأسود المفكرة بكل تأكيد يعني. وأنا أدعو للتفكير، وأدعو لكل أصدقائنا وأحبابنا وأخوتنا المسلمين أن يفكروا بهالمواضيع، هاي مواضيع خصوصا الأخلاق. يعني محمد كان يقطع الطريق، وقطع الطريق بغزوة بدر على قافلة. فأتمنى الإنسان يفكر أنه هل من أخلاق الأنبياء أنه يقطع الطريق مهما كانت الأسباب؟ يعني أنه والله أخذوا أموالهم بمكة، هذا يعطيه مبرر كنبي ذو أخلاق يروح يبادلهم بنفس الطريقة ويروح يقطع على قافلة الطريق مشان ينهبها ويأخذ الأموال اللي يدعون أنها انسرقت منهم في مكة. على كل حال، على كل حال أتمنى من الأصدقاء يفكروا مسألة الأخلاق. أتمنى كمان أصدقائي، يعني وقت الحلقة انتهى تقريبا، انتهى هو زاد شوي، وأنا أحاول أن أكون ساعة ونص ليس أكثر. أتمنى من أصدقائي الاشتراك بالقناة، مثل ما بتعرفوا قناتنا عمرة كلها أسبوع، ومحتاجين أصواتكم أصدقائي. وكمان في أنا عملت حساب على الباتريون اللي حابب يدعمني ماديا حتى نقدر نستمر، وأنا سأستمر على أي حال من الأحوال. طبعا كتابي همسات على ضفاف الحب، اللي حابب كمان يدعمني ماديا يشتريه، اللينكات موجودة تحت الفيديو. وبدي دعمكم للقناة حتى نقدر نوصل صوتنا لأهالينا أصدقائي. طبعا بكرة عنا حلقة مع أخونا أحمد دنانة، رح نكون الساعة 7 بتوقيت لندن، ومن الآن فصاعدا راح يكون موعدنا دائما الساعة 7، لأنه الساعة 8 بتوقيت لندن لأنه التوقيت الصيفي. أخوي أحمد حرقان عنده بس مباشر، فاضطريت نغير المواعيد وتكون البس عنا الساعة 7 بتوقيت لندن. أشكركم أصدقائي وأشوفكم في حلقة قادمة غدا. إلى اللقاء، إلى اللقاء.